في المرحلة الأولى باش يكون 2000 منصب شغل ديريكت، يعني مباشر. هذا مباشر لصناعة وتحويل باش ننتج بالمنتوج، يعني من لامين حتى لزينيتي في بشار 2000 منصب شغل اللي باش نكونها. وكاين لي زامبلوا انديريكت، زامبلوا انديريكت تقريبا 5 مرات الى 10 مرات، يعني نروح حتى لتقريبا 20,000 منصب شغل غير مباشر. هذه مباشرة وهذه غير مباشرة، لأن كنا نتكلم على منطقة تندوف ما فيها والو غير راجبيلات، احنا باش كل شيء يتكون فيها. عندما مدينة جديدة، أيوة، عندما نبدأ في الاستغلال، كي مثلا الدراسة اللي عندنا كي نوصل لخمس ملايين طن برك، لازم تكون مدينة متكاملة 5000 ساكن، فندقة، مطاعم، مرافق عمومية، كل ما يلزمها، كل ما يلزم 5000 ساكن، كل ما يلزم 5000 ساكن. هو يعني واحد كيشوف وين تكون إنمين تلقى معها إنمينيات. هناك مدن كبرى في أوروبا هي مدن منجمية، منجمية نسموها، مدن نسموها سيتي مينيار، نسموها مدن منجمية، يعني المنجم هذا باش هذا على الأقل. وزيد في كاين دي روتومبي اخرين، يعني كما مثلا السكه الحديديه كي نتكلم عليها، على مسافه 1000 كيلومتر بين بشار ومنجم غراج بيلات كي ننجز السكه الحديديه. كي يقول واحد درت سكه معناها جبت سكه حديديه تجيب النمو، شريان حياه في المنطقه، يعني يقدر تكون السلع، تكون العباد، تكون يعني عده امور لن تستغل فقط للمنجم وباقل كلفه وبمستويات معتبره. من جهه اخرى كي باش ندير السكه الحديديه هذه لازمنا على الاقل حسب الدراسات الاوليه 10 محطات السكه الحديديه دي غار. واحد كيقول غار كاين غار فواياجور، مدن كاين على اطراف هذه السكه، ايوا، يعني باش نكون على 1000 كيلومتر غنكون 10 مدن جديده. وهذا قراص الانجاز نتاع السكه الحديديه. السكه الحديديه تجيب النمو، هي لاباز، هي القاعده باش تنمي منطقه. ربما هنا نتكلم عن اهم، راينا كلام كثير.